أتصرف في المشاهد لأحصل على مؤثرات جذابة. عددت لذلك بعض الأبيات من قصيدة إرادة الحياة لأبي القاسم الشابي، أعددت مستطيلا ونجمة. سأقوم الآن بتغيير مواصفات المستطيل. أريد أن يكون مستطيلي أزرقا والخط الخارجي أزرق، وسأغير النجمة لتكون مثلا صفراء. ما سأقوم به الآن هو تجميع المستطيل والنجمة ليصبح عنصرا واحدا. أقوم بعملية تجميع، أصبحت الآن أستطيع أن أتصرف فيهما كأنهما عنصر واحد. الآن سأقوم بتغيير وضعيتهما. سأضعهما على الخلفية، وسأقوم الآن بتغيير لون هذا النص. سأكتبه باللون الأبيض حتى لا أراه. سأخذ المستطيل. على ماذا تحصلت؟ هذا مشوق جدا، يمكن أن أستعمله في الدرس من أجل الكشف عن النص أو عن القصيدة جزئياً.